تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف مناطق المملكة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وتفعيلا للتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قام سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية لمناطق الدائرة العاشرة بمجمع 745 في سند، يرافقه سعادة النائب علي إسحاقي ممثل الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة لرصد احتياجات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، حيث ستشمل أعمال التطوير في سند إعادة تأهيل الطرق 4568 و4571 و4561 و4566 وطريق الخدمة المقابل لصيدلية الريان، كما تشمل إعادة رصف بعض الطرق المحيطة بالطرق المذكورة والواقعة بمجمع 745، كما يضم المشروع توفير أرصفة للمشاة وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وحماية الخدمات ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الطرق، وذلك بكلفة تبلغ 500,000 دينار بحريني، ومن المؤمل الانتهاء منه خلال شهر مايو القادم. كما قام سعادة المهندس خلف وسعادة النائب علي إسحاقي بزيارة ميدانية إلى حديقة سند الكائنة في مجمع 743 للوقوف على احتياجاتها من مرافق وجوانب تجميلية بما يخدم الوطن والمواطن. ضمن خطة وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني في صيانة شبكة الطرق الفرعية والرئيسية لزيادة هذه وزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الشوارع، وأيضا رفع مستوى الخدمة. يسرني اليوم أن أنا أكون بصحبة سعادة نائب المنطقة وأيضا رئيس مجلس أمانة العاصمة في هذه الجولة الميدانية لأحد هذه المشاريع، وهو مجمع 745 في سند. المشروع يتضمن إعادة تأهيل حوالي 3 كيلومترات من الطرق الداخلية ورفع مستوى الخدمة على هذه الشوارع في إعادة التبليط وإعادة هذا، وأيضا حل مشكلة تجمعات مياه الأمطار فترة الأمطار. المشروع يستغرق حوالي 5 شهور، وإن شاء الله أن ينتهي العمل قبل شهر رمضان المبارك القادم. المشروع يحظى بأهمية خاصة كونه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين في هذه المنطقة، وضمن خطة الوزارة في إعادة تأهيل الشوارع الفرعية وأيضا الرئيسية. مشروع جدا مهم بالنسبة، خاصة إحنا يعني هالمنطقة صار لها فترة البنية التحتية ما تم لمسة أو تعديل فيها أو إضافة فيها، ولكن لله الحمد سرعة استجابة لمطالبنا اللي تقدمنا فيها للحكومة الرشيدة، فتم تفاعل بشكل سريع أنا أشوفه، وتوفير ميزانية متكاملة لها، لأن المنطقة تفتقد إلى كثير من المرافق الخدماتية لأهالي المنطقة، سواء كانت ملاعب أو حدائق أو بعض المنشآت الأخرى اللي راح بيتم العمل عليها في الفترة الحالية. نتوقع خلال 2020 بتكون المشاريع كلها جهزت اللي في المنطقة للمرحلة الأولى. فمرة ثانية أشكرهم جزيل الشكر على التعاون والتفاعل، وإن شاء الله يستمر هذا التعاون بيننا وبين السلطة التنفيذية في جميع المحافظات وجميع الدوائر الأخرى. احنا نقف أمام أحد الشوارع الرئيسية في هذا المجمع،
لتطوير المنطقة والتخلص من البقع التي تتجمع فيها مياه الأمطار، وأيضا تطوير الشارع ونعمل له مثل ما يقولون فيس ليفت للشارع بشكل متكامل عشان يكون في مسار بشكل صحيح وسليم. طبعا هذه أحد مثل ما قلت البرامج اللي وضعت والآن الوزارة تنفذها، وبإذن الله تعالى بتكون متواصلة في هذه المنطقة ومناطق أخرى في البحرين. طبعا أنا أحب في هذه المناسبة أولا أن أشكر المواطنين وقاطنين مجمع 745 في منطقة سند اللي فعلا أثبتوا أن المواطن البحريني فعلا يشاطر ويشارك الوزارة والحكومة في جميع المشاريع اللي احنا ننفذها، سعة صدرهم اللي موجودة، تجاوبهم معنا، تعاملهم معنا بمهنية عالية، وفرحانين جدا أمانة أن احنا قاعد الحكومة تنجز لهم هذا المشروع، وخصوصا في تطوير الشوارع وأيضا لإخلاقها من يعني تجمعات مياه الأمطار أو المياه السطحية.